شهدت مدينة وجدة شرق المملكة أعمال شغب بعد نهائية الكان التي جمعت بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي، والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء والظفر بالكأس الثانية في تاريخ الخضر. وأظهرت مقاطع مصورة نشرت بمنصات التواصل الاجتماعي أعمال شغب وتخريب في المدينة خلال الاحتفالات بهذا الفوز، حيث خرج عشرات المواطنين لمشاركة فرحة الظفر باللقب الأفريقي مع الإخوة الجزائر، لكن الممتلكات العمومية لم تسلم من سلوكات عدائية وتخريبية نهجها أشخاص لا يتمتعون بحس المسؤولية المشتركة. يشار أن الممتلكات والمرافق العامة هي ملك للمجتمع وليست لفرد أو لمجموعة من الأفراد، أنشئت لتقديم الخدمة العامة لجميع مكونات المجتمع، فهي مرافق تعليمية أو صحية أو رياضية أو ترفيهية وغيرها، تعود ملكيتها للدولة الصاهرة على خدمة المواطن، وبالتالي هي جزء من مفهوم الصالح العام الذي هو بالأساس قيمة اجتماعية ينشأ عليها الفرد من خلال مؤسسات ووسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية مثل الأسرة، المدرسة، الأصدقاء، المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية والأحزاب والمنظمات وهيئات المجتمع المدني.